في البداية طبعا مرحب بيك، ويمكن أحاديث مهمة في الفترة الحالية، يمكن الناس بقت تتكلم في اللوائح والقوانين أكتر ما بتتكلم في تشكيلات بقى المنتخبات والفرق ومين صفقات اللعيبة، الكلام ده بقى مهم جدا. حضرتك شايف بقى الصورة بشكل عام الفترة الحالية، والنهاردة كان مؤتمر صحفي للكابتن حسن حمدي رئيس مجلس الإدارة بيوضح فيه موقف الرسمي لمجلس إدارة النادي. لا، هي الناس ما بتتكلمش حاجة دلوقتي غير 8 سنين، وال 8 سنين إحنا قطعنا الشك يقين. إحنا ناس عندنا مبدأ كمجلس إدارة ممثل لنادي الجمعية العمومية بتاعت النادي الأهلي، عندنا مبدأ وملتزمين بيه وما بنحدش عنه وما بنغيروش. فلما بندافع عن قضية بنستمر فيها مهما كانت الظروف، وما بنطمعش في أغراض شخصية زي ما المزايدات اللي حصلت على مجلس إدارة النادي الأهلي. إحنا ما زلنا مش نازلين انتخابات، والكلام ده قايلينه شهر 4 2012 11/4، ومستمرين برضو في الدفاع عن الثمان سنوات وعن اللوائح وعن العوار اللي في اللائحة سواء القديمة أو الجديدة. الجديدة اللي هي فيها عوار أكتر بكتير. فإحنا يعني بصراحة ربنا كده، يعني الناس لازم تفهم إن إحنا بنبص للمصلحة، وبنبص إن مجلس الإدارة ده لازم يكون ممثل لكل الفئات وكل الأعمار، إنما ما يحجرش علينا في أعمار معينة لأغراض معينة. ما ينفعش إن إحنا النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي يتغير بالكامل، ده اللي كنا بنقول عليه. إنما رغم إحنا كده قلنا برضو مش نازلين، بس إحنا بندافع عن مبدأ، بندافع على حق الجمعية العمومية، بندافع على حاجات إحنا شايفينها خطأ في اللائحة، بغض النظر إحنا مستمرين أو مش مستمرين. من خلال الاجتماعات، دور اللجنه الاولمبيه المصريه برئاسه المستشار خالد زين، هل هيكون لها دور واضح الفتره القادمه؟ لان الفتره الحاليه كلها تصريحات لكن لسه ما شفناش قرارات او مواقف صريحه واضحه. المواقف القادمه على اللجنه الاولمبيه المصريه، لان هي اللجنه الاولمبيه هي طبقا لما قال، وطبعا المستشار خالد زين هو المنوط بهذه الاجراءات، هل الموقف الفتره القادمه اللجنه الاولمبيه هيبقى ايه بالظبط؟ احنا بنساند اللجنه الاولمبيه او بنتعامل بنشاركها مع جميع الانديه اللي شايفه العوار اللي في اللائحه. احنا بنسعى كل بنطق كل الابواب الرسميه، ان ده احنا دعينا كنادي اهلي وانديه كثيره، كل الانديه دعت مع اللجنه الاولمبيه لبحث عوار اللائحه. فاحنا لما زلنا بنقول ان احنا معاهم في اي حاجه، وملتزمين باي اجتماعات اي قرارات بغض النظر احنا عايزين انتخابات او لا. طبعا بنسعى ان شاء الله الى يجي قرار من اللجنه الاولمبيه ان بتدي حريه الجمعيه العموميه وراي الجمعيه العموميه اللي احنا بندافع عنه، بتدافع عن ميثاق الاولمبي اللي احنا لازم نلتزم ليه، بندافع عن حق الجمعيه العموميه، بندافع عن كل ما هو يعوق مسيره الرياضه في مصر بغض النظر النادي الاهلي او غيره. هناك قلق على الفتره القادمه، ولا تشعر ان ممكن الفتره القادمه يكون في تحسن وفي افضل بالنسبه للرياضه المصريه؟ والله احنا اللي بنعمله ان احنا بنسعى زي ما قال الكابتن حسن برضو، ان احنا هنساند ان شاء الله مجموعه، مين هي لسه ما نعرفش، بس احنا نفسنا الناس اللي تكمل بعدينا تكون ناس تحافظ على مبادئ النادي الاهلي وحقوق النادي الاهلي، وتكمل مسيره النجاح اللي عملها مجالس متواليه، مش احنا بس، مجالس من قديم الازل اللي خلت النادي الاهلي نادي القرن ونادي متصدر الانديه العربيه والافريقيه، مش في الكوره بس، في كل الالعاب، اجتماعيا وثقافيا ورياضيا. احنا بنفسنا المجلس اللي يجي يكمل هذه المسيره اللي بدات من 1907. عايزين نساند ناس، هنساند ناس ان شاء الله طبعا، ناس احنا يعني لازم يكون لنا دور. مش معنى اصل احنا ناس تقول لنا انتوا هتجيبوا ناس، لا، احنا مش هننزل المركب ونقول ان احنا خلاص مالناش دعوه سيب النادي يولع، لا لا بالعكس، احنا من حبنا للنادي ان احنا عايزين نجيب ناس احسن مننا كمان، مش مجرد ان احنا خلاص سيب الناس اللي ينجح ينجح، لا بالعكس، احنا لازم نقف يكون لنا راي ويكون لنا دور كعضو نادي قبل ما اكون عضو مجلس اداره. عضو نادي، ان انا النهارده خرجت من مجلس الاداره، انا عضو نادي الاهلي، عضو جمعيه عموميه، عايز اجيب احسن ناس بغض النظر انا كنت مين كان موجود قبل كده، انا عايز اجيب احسن ناس تقود النادي في الفتره القادمه. الفتره القادمه مش سهله، عايز ناس كفء، عايز ناس عندهم خبره. عشان كده احنا كنا بالنادي بنقول حتى لو اتعملت 8 سنين على المناصب في الاول خالص قبل 11/4، ان لازم النادي يبقى فيه ناس من المجلس القديم في تتوالى، يعني يسلموا بعض، يبقى في ناس مستمره مع المجلس عارفه
ما هو يدور، ما يبقاش الناس كلها جديده، ولكن احنا دلوقتي امام امر واقع، فاحنا بنقول عايزين ناس احسن مننا، وهنساندهم اكننا موجودين جوه المجلس، هنقف معاهم كل ده، ان احنا اعضاء جمعيه عموميه في النادي الاهلي مش مجلس اداره. سؤال اخير وفي الختام استاذ خالد، هذا المؤتمر الصحفي يعتبر كلمة الختام في هذا الموضوع، ولا ممكن الفترة القادمة يكون فيه مؤتمرات أكتر للتوضيح وحسب طبعا المستجدات اللي بتحصل على الساحة؟ أنا بقول لحضرتك إحنا مش هنسكت، إحنا هنستمر في الدفاع عن حق الجماعة ومن النادي الأهلي بس والرياضة المصرية إن شاء الله. شكرا.